السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيبقى فلوج أو روتين، لكن مش هيبقى تنظيف وطبخ كالعادة. أنا هنحاول نخليه النهاردة كده يوم روقان. أنا زوجي النهاردة أجازة، فقررنا نخرج في كام محل عايزة أجيب منه حاجات، وكمان هنتغدى برا. وطبعا عشان هنتغدى بدري، فيعني قلت أفطر حاجة خفيفة. هفطر بس يعني الفنجان القهوة ومعايا حاجة حلوة. يا رب الفيديو النهاردة يعجبك وتستمتعي بيه، ويلا بقى نشوف أول مكان هروحه وهنشتري ايه كمان في آخر الفيديو إن شاء الله. أول مكان روحته هو محل اسمه كولز، فيه تخفيضات كتيرة، فحبيت يعني أشوف لو في حاجة أنا محتاجاها أو تعجبني. أول حاجة دخلت هنا قسم الإكسسوارات، كل حاجة في المحل عليها تخفيض. هو القسم ده كبير قوي، فما بقدرتش اصور يعني كله من قريب، كان هيبقى صعب قوي. انا حبيت بس تاخدي فكرة كده. انا اكتر حاجة بحبها في الاكسسوارات هي الخواتم، هي اللي دايما يعني احب اتفرج عليها. زي ما انت شايف المحل كبير قوي والقسم ده كبير، فما اقدرش اصور يعني كل حاجة. كمان الملابس كلها عليها سيل، هنا الحاجات اللي شتا، انا بحب قوي لبس الشتا. الشال ده الشالات يعني بتبقى حلوة قوي، والكارتيجان يعني لبس الشتا بوجه عام بحبه. الكاروهات دي كمان حلوة وطالع موضة، هو الكاروهات كمان بوجه عام يعني تقريبا موضة ما بتروحش. هنا كمان الاسكارفات دي حلوة. هنا ألوان كتيرة وموديلات كتيرة. كمان التخفيضات على ملابس البيت، البيجامات والأرواب، كل البيجامات دي عليها سيل. هو المحل كبير وفي حاجات كتيرة، بس أنا كانت جولتي سريعة فما قدرتش يعني أصور كل حاجة. تاني محل روحته هو 99 سنت، كنت عايزة اجيب منه شوية حاجات هنستخدمها بقى في فيديوهات جاية ان شاء الله. هو المحل كان زحمة شوية فبرضه ما قدرتش اصور، حبيت بس اخد لي كده لقطة سريعة. وبعدين بقى رحنا المطعم اللي هنتغدى فيه، المطعم اسمه ريد لاباستر. هو طبعا الفترة الحالية المطاعم بتبقى هادية قوي، ما بقاش بقى في اقبال كتير عليها، معظم الناس بتاخد الاكل تجو يعني. هو طبعا مطعم مشهور قوي هنا في امريكا. ده الاوردر بتاعي، باستا بالالفريدو والشريمب، والاوردر بتاع زوجي كان لباستر مع البطاطس والرز. كده خلاص خلصنا المطعم ورجعنا البيت، يلا نشوف مع بعض بقى الحاجات اللي جبتها ويا رب تعجبكم. جينا بقى لأحلى جزء في الفيديو، هي المشتريات. طبعا كلنا بنحب فقرة المشتريات. انا جبت 3 حاجات شخصيا نفسي. اول حاجة جبتها هي الخاتم ده، زي ما انتم شايفين كده الفص مربع وحواليه فصوص صغيرة. الدبلة كمان بتاعته مميزة، فضي في ذهبي وزي مضفرة كده على بعضها، رقيق جدا وشكله حلو في اللبس. تاني حاجة جبتها خاتم برضو، بس ده كله بقى فضي، الفص برضو مربع لكن حواليه كده فصوص صغيرة، فعاملة شكل مستطيل شوية، برضو شكله حلو جدا في اللبس، وطبعا اسعارهم حلوة بعد التخفيض. تالت حاجة جبتها شخصية هي الكارتيجان ده، او يعتبر يعني زي الستر الصوف او يعني هي مشهوره طبعا ومنتشره الايام دي. هي لونها حلو، هي ممكن مش باينه قوي في الاضاءه، لونها ما بين كده البينك على البيج وبجيوب وطويله، يعني تعتبر ممكن لغايه الركبه. ده اكتر حاجه عجبتني فيها، حلوه لونها حلو وكمان بتتلبس على كذا حاجه. دي 3 حاجات انا جبتهم لنفسي. وجبت بقى حاجات تانية من
99 سنت الدولار ستور يعني اللي روحته. انا اول حاجه جبتها، في حاجات انا ناويه ان شاء الله اعملها لكم في فيديو قريب، هننظم المطبخ ونرتبه. جبت الاستيكر دي، ده شكلها الالوانها، كان في الوان كتيره، انا اخترت اللون ده. جبت اتنين عشان يقضوا بقى الفكره اللي انا عايزه اعملها. جبت كمان منهم لون تاني، اللون اللي زي الخشبي ده، برضو عايزه اعمل بيه فكره. ممكن برضو يكون حلو ده للخلفيه للتصوير، لو انت بتحبي تصوري او مثلا عندك قناه وكده، ممكن كتغيير في خلفيه التصوير. جبت الاربع استيكرات دول، جبت الخرامه دي، انا كان عندي واحده بس باظت برضو عشان محتاجاها في الفكره. وكمان جبت الخيوط دي برضو هحتاجها في الفكره، وطبعا بنحتاجها في حاجات كتيره اللي بيحب الشغل اليدوي. جبت العلبه دي، علبه تخزين عاديه للتلاجة، يعني الماتيريال بتاعتها عجبتني، ممكن يعني زوجي مثلا ياخد فيها اللانش او كده في الشغل. وجبت ده طبعا كلنا عارفينه، السلك الناعم ده انا بفضله عن السلك الصلب، انا الصلب ما بحبوش خالص، مره جرح لي حاجه فمن ساعتها ما بحبوش خالص، فلقيت ده جبته. جبت حاجات بقى كنت محتاجاها، وجبت كمان النتيجه دي، لقيت عليها كده ابو الهول وكده، هي نتيجه كبيره ومعاها واحده صغيره، والبلانر ده. وجبت ده منظم للادراج برضو عجبني، وكان سعره انا مش فاكره بالظبط كام، بس سعره حلو قوي. في 8 قطع، 2 كبار و2 مستطيلين، والصغيرين دول هم اهو، ده الشكل بتاعهم في الادراج، بتنظم الادراج، وخصوصا الادراج اللي بنبقى حاطين فيها كل حاجه، الاقلام والبطاريات وحاجات زي كده، ممكن تنفع في المطبخ، يعني تنفع مثلا في ديسك او في مكتب مثلا بنتك ابنك، يعني له استخدامات كتيره. كان في لون اسود كمان بس انا فضلت الابيض. وجبت كمان صندوق التخزين ده، برضو حلو، ممكن تخزني فيه حاجات كتيره، حجمه كبير زي ما انت شايفه. دي بس الحاجات اللي انا جبتها. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، ويعني كان ممتع بالنسبه لكم. ونحب يعني نغير كده كل فتره، مش لازم روتين تنظيف وطبيخ، ممكن برضو روتين يكون لنفسنا او روقان يعني. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم فيديو تاني، وياريت ما تنسونيش من لايك ومن تعليق كمان حلو منكم، وياريت اللي يعجبها الفيديو تعمل له مشاركه، وطبعا اللي مش مشتركه ياريت تشترك وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.